خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. كتب أصول الفقه وهي أصول، هي أصول طبعا، كتب نفيسة الحياة جدا، والقراءة فيها ممتعة الحقيقة. تذكرت الشيخ الفتاح، هذا الله يبارك فيه، تقريب الأصول بتاع الغرناطي، القاسم الغرناطي المالكي، تقريب الأصول إلى علم الأصول للأصول. هذا ما طبعا أنت عارف أصول الفقه. أنا الحال يعني مش مقسم المكتبة أصول الفقه الحنفي أو الشافعي الحنبلي، ولكن هي أصول بشكل عام، هي أصول بشكل عام. أنا كان لي رغبة أرتبها، ولا زالت الرغبة قائمة إن أنا أرتب كل أصول فقه مذهب كلها ورا بعضها يعني، بس عشان برضو مش الكتب مش كتير قوي. حتى في علم الأصول هناك مدارس، مدارس طبعا، في مدارس طبعا، مثل المذاهب الأربعة طبعا، ما كل مذهب له أصول، له أصول، نعم. أصوله. وفي بعض العلماء حاولوا الجمع بين أصول الحنفية والشافعية برضو، وتقريب المسألة، لأن كل واحد طبعا له سكة في الاستدلال والقواعد. هذا الكتاب القرافي، اللي هو شرح الكتاب المحصول، المحصول بتاع الرازي، نعم. وشرحه كتاب المحصول، يعني قرأت فيه لكن ما مش مبسوط في القراء فيه قوي الحقيقة. الكتب طبعا الرسالة بتاع الشافعي اللي هي الخضرة دي، اللي هي شرح الكتب، لا 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 لا، الرسالة تحت، هي دي، ده الكتاب ده اللي هو يعتبر أول كتاب في أصول الفقه، ممتع بصراحة يعني، أسلوبه وطريقته رائعة جدا جدا. الرسالة، الرسالة طبعا مقدمة الشيخ أحمد شاكر برضو، فيها ممتازة ما شاء الله يعني، لكن لغة الشافعية لوحدها جزلة حلوة، ليست يعني سهلة على المبتدئ. لا بالعكس، انا كتاب الشافعي الرساله ده ايسر بكثير جدا جدا من كل الكتب دي، سبحان الله. حتى انا مره مع بعض الشيوخ الازهريين اللي هم المسؤولين عن وضع المناهج في الازهر، جرى بيني وبينه حديث، فقلت له يا ريت لو تدرسوا كتاب الرساله للشافعي، هيكون اجدى الف مره ما تدرسوا البدخشي والارماوي والجماعه دول، أسلوبهم معقد للغاية، وبيطلع الولد مش فاهم ولا كلمة في أصول الفقه. سبحان، أنا أولادي كلهم أو نص نصف أولادي، لا نصف أولادي كانوا كل الشريعة، والباقي والباقي من الأولاد أصول دين. كلما كنت بشرح لهم أصول الفقه يعني في أثناء السنة وكده، حاجة صعبة جدا، لا يمكن يطلع طالب مستفيد أساسا من أصول الفقه، من المنهج، المنهج صعب، صعب للغاية. فلما قلت له هذا الكلام كأن ثعبان لدغه، قال لي أحد يقدر يفهم الشافعي؟ قلت له يقدر يفهم الشافعي، لأن الشافعي إنما صنف الكتب ليقرأها الناس، مش كما يقول ابن هشام، لو أراد الشافعي أن يكتب على سجيته ما فهمه أحد من فصاحته، لكنه كتب الكتب لكي يعلمها الناس. يعني هذا من العجيب، هذا الشيخ السالوس اللي هو الاقتصاد، يكتب في الفقه جعفر المنصور، ما هو له تخصص في فقه الشيعة، على الرغم من أنه أشهر في باب في الاقتصاد، باب الاقتصاد. عندنا هنا القواعد الإسلامية، أصول التشريع، توضيح المشكلات.
لو عندك، عندك كتير، عندك الكتب يعني، الكتب اللي انا بحبها يعني قواطع الادله للسمعاني، دي كتاب محبب الي، التمهيد للكلوذاني، شرح التحرير، التحبير شرح التحرير بتاع المرداوي، اصول الفقه بتاع ابن مفلح برضو. يعني الحقيقه برضو ميلي الى الحنابله حتى في اصول الفقه يعني. وعندي طبعا موافقات للشاطبي، كوكب المنير لابن نجار، نعم هذا شرح الكوكب المنير، وده كتاب اللي هو مش مجلد، ده الفائق، الفائق صفي الدين الهندي، اللي هو كان يضرب به المثل، كان يضرب به المثل في اصول الفقه، والذي سجل ابن كثير مناظرته مع ابن تيمية. وذلك قال ابن كثير عن صفي الدين الهندي: لكن ساقيته لا طمت بحرا. يعني يعني دخل في حارة العامية بالضبط كده، واخد بالك ازاي؟ فده طبعا ايه يعني، رجل مشهور، كتابه معقد يعني بالنسبة لي، ما بصبرش على القراءة فيه كتير يعني، واخد بالك؟ لكن طبعا ما فيش كتاب من كتب أصول الفقه إلا ولا بد أن تخرج منه فائدة. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد وأمسية جديدة مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الحق الخوين، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث عن مؤلفات فضيلتك، واعتمدنا على كتاب فهرس أخونا أبو عمرو أحمد الوكيل، وقلنا أنه ذكر أنواع المصنفات على ثلاث أنواع: النوع الأول هو التي ألفت وطبعت، والنوع الثالث التي ألفت ولم وجهزت ولكنها لم تطبع حتى الآن، والصنف الأوسط هو المشاريع التي حضرتك تعمل فيها بالتوازي، بعضها يعني واشك أن ينتهي والبعض لم تنتهي منه، وهو القسم الأكبر. وكان السؤال لفضيلتك ساعتها: لماذا تكون هذه المشاريع يعني هي الجزء الأكبر من 140 مشروع؟ أكثر من 100 منهم، فلنقل من 90 إلى 100 مشروع هي لا زالت لم تطبع بعد، لأنها لم تكتمل، لأنك تعمل فيها بالتوازي. ثم قلت فضيلتك أيضا أن هناك بعض المشاريع قد تكون هي سبب تعطيل هذه المشاريع، ليس تعطيلها ولكن رفع عددها، أن هناك مشاريع لم تكن مقصودة لذاتها بالتأليف، وإنما جاءت في منتصف الطريق. وذكرت منها الجزء المتعلق بحديث شعبة ووهم شعبة رحمه الله ورضي عنه، حين تكلمت عن بعض توهين بعض أهل العلم له، ثم انتصار الشيخ أحمد شاكر له، ثم أيضا ذكرت كتابا آخر وهو كتاب كسوة العاري في الأجزاء التي سكت عنها، ببيان علة الحذف عند البخاري، عند البخاري. وقلت أن هذا الكتاب على سبيل المثال لم يكن مقصودا بحال من الأحوال بالتأليف، وأنه جمعت فيه أكثر من 50 موضع يسكت فيها الإمام البخاري عن جزء أو يحذفه، على الرغم من أنه يكون مذكورا في موضع آخر، ولهذا علة أو لهذا سبب. هذا أحد الكتب. أعتقد أن هناك، أنت ذكرت مثل أو مثلين، أعتقد أن هناك أمثال أخرى كثيرة في كتاب طبعا البخاري. يعني أغلب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب يعني هذه الكتب كانت بسبب هذا. يعني مثلا في كسوة العاري، لما هذا الكتاب متعب للغاية، يعني يحتاج إلى مجهود كبير، لأن أنا بجمع الحديث الذي خرج البخاري وحذف هذه الجملة منه، بجمع طرق هذا الحديث كلها وأشوف هل حذفه بعض الرواة ولا البخاري هو الذي حذفه ولماذا حذفه. لما يعني وجدت أنه سيأخذ مني وقتا كبيرا، بدا لي أن أغير كلمة في عنوان هذا الكتاب، وبالتالي ستسهل مهمتي. أنا يعني سميته كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري، قلت طب ما أسميه كسوة العاري ببيان موضع الحذف عند البخاري. لو أنا قلت موضع الحذف خلص كتاب،
انت تستبسط المواضع وانتهينا. اذكر موضع وخلاص، وحتى ممكن ايه يعني اخرجها ولا اتعانى الكلام على او في البحث والكلام ده. لكن قلت طيب، ما هو انا يعني ما افدت البحث بشيء، العله النهارده يجمع يقدر حد النهارده يطلع كأننا عدنا امتى إلى عمل الكمبيوتر اللي هو مثلا. بيجمعهم، بالظبط كده، بالظبط وهذا بالظبط. ما يعني يبقى انا ما ما عملتش تنقمه حاجه، عليه أو ما ما عملتش تخطئه حاجه. فيه. انا الحقيقه احاول بقدر المستطاع ان تكون ابحاثي فيها جده وجديه، مش اروح اعمل اي حاجه، اي ابحاث اي حاجه. لا، عايز لا سيما بعد ما الانسان تقدمت به السن، ويعني اصبحت خبيرا بالكتب، اصبحت بستخسر ان اعمل اي حاجه متروكه. يعني اقول لك على حاجه، سطر في علم المصطلح، انا خدت 3 شهور بسبب هذا السطر، سطر واحد. سطر واحد، وهم بيقارنوا بين الصحيحين في كتب العلم الحديث. يقول لك ايه من مميزات كتاب مسلم على البخاري، ان مسلما كتب كتابه في حياة شيوخه، في حياة شيوخه، ولذلك يتحرى الفاظهم اكثر من البخاري. البخاري قال: رب حديث سمعته بمصر كتبته بالحجاز، ورب حديث كتبته سمعته بالحجاز كتبته بالشام، وهكذا. البخاري كان يعتمد على حفظه. فيقول لك لا، مسلم كان يحتفظ بالألفاظ حتى في أدوات التحمل. يقول لك حدثنا مثلا محمد بن الرافع وعبد بن حميد، قال محمد حدثنا وقال عبد الرزاق أخبرنا، أخبرنا كلاهما عن مثلا عبد الرزاق. تمام. فيتحرى في أن هذا قال حدثنا وقال هذا قال أخبرنا، مع أن المسألة الخطب فيها يسير. صح عند العلماء المتقدمين، بعضهم يقول أخبرنا لما سمعه من لفظ الشيخ، ويقول حدثنا إذا كان حدثنا إذا سمعه من لفظ الشيخ، وأخبرنا إذا كان عرضا على الشيخ. لهم تفصيلات في المسألة دي، والتي في النهاية سيكون مؤداها واحدا، واحد أنه سمع وإن تجاوز عنها لم ما لا يخطئ. لا يضر، لا نعم يضر. لكن نعم مسلم، لكن مسلما رحمه الله عليه كان كان حريصا. حريصا، وينبه ان لفظ ده لفظ فلان، وفلان قال في رواية كذا، وفلان لم يقل. فقال لك ده يعني مما يميز مسلما عن مسلم على البخاري. البخاري. فانا الحقيقه قلت طيب، هذا الكلام سالت نفسي يعني، قاله القائل عن استقراء، ولا كلام تلقاه العلماء بعضهم عن بعض وممكن يدخله الخلل؟ فقلت احسن حاجه تستقرئ. أخلص بها الموضوع أن آتي بالأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم فيها من أول الشيخ إلى آخره. تمام. يعني هما الاثنين يقولون مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وساق حديثا معينا والسند متطابق. والسند متطابق. فعملت كتابا، هو انتهى الحمد لله هذا الكتاب من حوالي 4 سنوات، اسمه مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. تمام. قلت ده هي دي المحاكمة، أنا هجيب الحديث وأشوف المتن كلمة كلمة، ومسلم هل إذا تطابق المتن بين مسلم والبخاري في أغلب هذه الأحاديث، يبقى البخاري كما يقال في هذه الأيام يقال القبعة، انه كتب قالها من ذهنه. طبعا قالها من ذهنه، واتفق مع مسلم الذي كتب هذا في حياه الشيوخ وتحرر الالفاظ. ومع انه تباعد عند البخاري ما بين تحمل الحديث وكتابته. وفي العاده الانسان اذا سمع حديثا مثلا السنادي وبعد 3 4 سنين كتبه، او بعد شهرين او بعد سنه كتبه، واتى بالفاظه بالضبط، ده يبقى يعني حفظ خارق يعني. جهزنا. تمام. فقلت اذن لا أستطيع أن أتلقى هذا الكلام مسلما بتفضيل المسلم على البخاري بهذا التسليم. فده اقتضى أن أنا يعني هذا الكتاب تعبت عليه جدا. تقريبا محصل أو عدد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في المتن والإسناد قرابة 245 حديثا. تمام. هذا الذين اتفقوا في المتن والإسناد، في المتن والإسناد بخلاف ما ذكره لا لا محمد فؤاد عبد الباقي لا لا اللي هو بتاع المرجان. متون. نعم، متون هذا يتكلم فقط. عن متون لا، لكن انا المتن والإسناد مطابقة لكن كاملة. لكن انت يعني بقول لك انا خلصته من حوالي 4 سنين. ايه اللي خلانا ما ننشروش لحد دلوقتي؟ ما السبب؟ برغم من نفاسته. نعم، نفاسة موضوعي، لا اقصد نفاسته اللي يقول ان المؤلف نفيس او غيره اهل العلم، مش انا اللي اقول يعني قصدته. لا اقصد رفع الله قدرك. لا اقصد الثناء على مؤلفي، لكن اقصد الثناء على من الفكره، ناحيه البابه ومن الفكره ناحيه الفكره. الذي جعلني اتوقف انني وجدت
أن مسلما رحمه الله يأتي على بعض الأحاديث المتفق عليها سندا ومتنا ولا يذكر لفظها، إنما يحيل على الحديث الذي بدأ به الباب. يعني مثلا إذا كان مثلا حديث هنقول زي اللي أنا ذكرته سندا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، خلاص؟ نعم. أجد مسلما أحيانا يرويه عن مثلا أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ويسوق المتن كاملا، وبعدين يجيب رواية قتيبة اللي بعديها ويقول بنحوه. طيب ما هو متفق مع البخاري في رواية قتيبة مش في رواية أبي الربيع الزهراني، وأنا بقارن هي مسألة متون بقى، ما أنا عايز أشوف هل هو حافظ بنفس الألفاظ ولا لا. فلا أدري هل رواية قتيبة التي تلقاها مسلم هي بنفس ألفاظ البخاري، ما أقدرش يعني أحكم. وقفت أبحث هل هناك أحد مثلا كأبي عوانة وغيره روى الحديث من طريق قتيبة وجاب المتن كله كاملا، لأن ده مستخرج على مسلم كاملا، أقارن بي بين متن أبي عوانة ومتن البخاري، ما بعرفش أعملها. ليه؟ لأن شيخ أبي عوانة الذي أوصله إلى قتيبة ممكن يكون التغيير من عنده مش من عند قتيبة. أنا عايز رواية رجل قال حدثنا أو نقلها عن مسلم الحجاج قال حدثنا قتيبة وجيب المتن كله. إذن هذا تطابق متعذر أن نقول بالضبط كده. وجدت طائفة وطائفة من الأحاديث عند مسلم إنما يحيل في اللفظ في الإسناد المتفق عليه فأتوقف. يعني 200 فعليا مش 200؟ يا طبعا ما هو أنا مش قادر. فعملت إيه بقى؟ فقلت طيب أرجع أقسم الكتاب تاني إلى صنفين إلى 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 قسمين. القسم الأول ما ذكره بالإسناد والمتن، الاثنين ذكروا المتن خلاص. والقسم الثاني ما أحال مسلم على الحديث الذي ذكر لفظه في هذا الباب. وأحاول بقدر المستطاع أن أحكم بالقسم الأول على الموضوع على بتاعي اللي هو السطر اللي احنا بنتكلم عن الموضوع بتاعي. والقسم الثاني طبعا وجدت شيئا إشكالا آخر، إن البغوي مثلا في شرح السنة يروي أحاديث ويصل إلى مسلم الحجاج ويذكر المتن كاملا برغم أنه في مسلم أحال. طب جابه منين؟ المفترض أنه إذا رواه عن مسلم أن يذكر الإحالة، يبقى هو في كتاب مسلم بس هو مش موجود، مش موجود في كتاب مسلم. فعندي احتمال آخر، هل يمكن أن يكون حدث به مسلم خارج صحيحه وتلقاه آخرون عن مسلم في كتب أخرى؟ لأن تعرف الكتب المسندة قد تكون فقدت أو ما نعرفش عنها حاجة. يعني مثلا مطبو موجودة في المخطوطات ولكن لم تطبع حتى الآن، فده وقفني برضو. لأن البغوي كيف يأتي بلفظ مسلم ومسلم لم يذكره أساسا إنما أحال على لفظ سابق؟ فهل ده يحتمل أن مسلم حدث به خارج الصحيح وحتى لا يعظم الكتاب ويأتي بكل رواية فاختصر هذه الرواية واكتفى بالإحالة على شيء آخر؟ كل دي أسئلة استوقفتني، وحتى هذه عطلت الصنف الثاني من الكتاب. طب عطلته طبعا وخدت مني وقت طويل في التفكير كيف يمكن أن أعالج هذا. نعم. تمام. وبعدين حاجة ثالثة، طيب أرتب الكتاب على الأبواب الفقهية ولا أرتبه إزاي؟ على مسانيد الصحابة ولا على شيوخ الشيخين؟ فبعد فترة قلت لا، طالما ان انا بقول المتن والاسناد لأنه على الشيوخ ترتيبهم ترتيب الامامين ليس متفقا. طبعا ليس متفقا. ده حط ده في كتاب كذا وده في كتاب وهذا كذا، وهذا حط فالمساله هو اتفاق في السند والمتن دون ان يكون اتفاق في الباب في ولا في التصنيف. بالضبط كده بالضبط. فقلت طالما ان انا بقول في المتن والاسناد ارتبه على مشايخ الشيخين، باب من اسمه احمد الاول، باب من اسمه ابراهيم، باب من اسمه مثلا اسحاق اللي هو شيخه الاول طبعا الشيخ الذي تلقى عنه اللي هو هنا قتيبة اللي هو قتيبة في حديثك الذي تفضلت به الأنبراطور أو إسحاق بن راهوي أو الكذا. فأنا عايز أقول أهو ده مثلا كتاب أنا أعالج سطرا في المصطلح، خطر ببالي أن أنا أفصل في هذه القضية، أفصل فيها كيف أن أنا أعمل هذا العمل الكبير. طبعا العمل الكبير جمع الحديث أخذ مني عدة شهور
عدة شهور وترتبها فضلا عن الإشكالات التي لقيتني أنفقت فيها وقتا كثيرا على أساس أن ده يعني كتاب جديد لم أرى له نظيرا لا في الكتب المخطوطة وطبعا مع قلة علمي يعني ممكن يكون في حد صنف وأنا لا أدري يعني، لكن على الأقل فيما اطلعت عليه لم أرى أحدا سبقني إلى مثل هذا الموضوع، فدي ده حاجة جاية على جنب. لكن مشروعاتي أنا الكبيرة التي افتتحتها وكتبتها بنفسي هذه مشروعات معروفة، بذل الإحسان مثلا، سد الحاجة بتخريج سنة ابن ماجة، تسهيل الكظيم بتخريج تفسير أحاديث القرآن العظيم لابن كثير، ودي طبعا لها قصة يعني دامية يعني هي التي جعلتني حتى أتأخر في تحقيق تفسير ابن كثير لحد النهاردة، أنا الحمد لله في المجلد الخامس، وسأذكر لماذا أنا فعلت هذا. فدي عبارة عن أجزاء أقدرها بنحو 60 جزءا انبثقت كلها من خلال تخريج أحاديث. نعم يعني إيه يعني كلها مذكورة من ضمن كتب، أغلبها مذكورة في بعض المشاريع. أخونا أحمد الوكيل ما يعرفش عنها حاجة، نعم، لأنني لم أنص عليها في كتبي، في كتاب آخر. هذه المشاريع نصصت عليها في كتبي المطبوعة، أقول كما فصلته في الكتاب الفلاني أو الجزء الفلاني فيعرف أن لي جزء، إنما في بعض الكتب أنا ما يعني ذكرتها في كتبي. نعم. نعم. إذن هذين المشروعين من قرابة 60 مشروع، 60 مشروع يشكلوا 60% من الرقم اللي إحنا بنقول إن هو لا يعتبر معطلا، إنما هو أصلا لم يكن في الحسبان. لم يكن في الحسبان. إنما جاء عفو الخاطر وجاء ليعالج قضية معينة. زي مثلا الحديث القدرية مجوس أمتي. هذا الحديث افتتحته يعني أو كان في أوائل كتاب جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وذهبت في هذا الكتاب وهو من أوائل الكتب التي كتبتها إلى تقوية الحديث وتحسينه تبعا لبعض الحفاظ المتأخرين، وإن كنت أنا في ريب من متنه، لكن لما يعني وجدت أني طائفة من أهل العلم المتأخرين كانوا حسنوه وبكثرة الطرق أنا يعني رأيت مثل ما رأوا، لكن مع يعني تقدم السن والكلام ده أنكرت الحديث ووجدت أن الحديث بطرقه كلها لا يرتقي إلى درجة الحسن وفي متنه نكارة، فأنا من وقفة لتناول فتوقفت، ومن كثر لأنني أعتني بكتبي كثيرا، حتى لو أنت جبت أي كتاب من كتبي التي أكلت تلاقي الإضافات كثيرة جدا، وباخذ الإضافات دي بعد كده أفصلها وأحقق الحديث. يعني قد يمر تمر الصفحة أو جزء معين 20 مرحلة قبل أن يرى النور من خلاف ما كتب. بالضبط. وهذا رأينا في الأشياء الملصقة كتبت والكتب. جزءا على هذا الحديث، ما أنا خلاص ابتديت أجمع كل الزيادات اللي حطيتها وابتديت أحققه مرة أخرى، فوقع يعني ما أقول أن الحديث منكر فعلا، فعملت جزء حديثي كملته بكلام في العقيدة وسميته الدرة العمرية في زجر القدرية، خلاص. فتكلمت عن فيها بعد تحقيق الحديث بالكامل من جهة الإسناد يعني، تكلمت بقى عن أصل نشأة القدرية وماذا يقولون وأقسام القدرية إلى آخره، طلع كتاب ما خلصان، لكن أنا ما نشرته بعد. ما السبب؟ يعني ما لم أنشط، لأني أنا يعني عندما أريد أن أخرج كتابا إلى النور لازم لابد أن أعيده مرة أخرى، لأن هذا الجزء الذي بعد ما كتبته عملت إضافات كثيرة، لأن كل الأحاديث التي أكتبها دائما تكون علاقة بذهني، كلما وجدت شيئا يفيد جزءا ما أذهب إلى هذا الجزء وأكتب عليه بعض التنبيهات، بحيث أنا لو حبيت أنشره لابد أن أعيد يعني تحقيقه مرة أخرى، أضيف اللطيف وأحذف أحيانا شيئا وأضيف شيئا إلى آخره. طب إحنا لما نكمل 60 هيكون عندنا 60 تساؤل، إحنا خلصنا ثلاثة أمثلة فقط ولم نخرج بنتيجة، النتيجة الخلاصة، ولا إحنا نخلي الخلاصة للكتب، لم نعرف قولك النهائي فيما يتعلق بمسألة شعبة رضي الله عنه رحمه الله في قصة ما أعلوه به، ومسألة الفصل في قضية الإمام البخاري وتفضيل والحذف، وقضية القدرية صحة الحديث من عدمها. أنا لا أستطيع أن أشرح الكتاب وإلا هذا يحتاج إلى شيء آخر، أنا إنما أشير إشارة. إذن هذه القضية إذن فعلا هي عمر آخر يحتاجه الشخص لتأليف كتب. الكتب كل هذه، كل واحد منها، هذه من أشهر ما ورد في ذهن فضيلتك الآن فيما يتعلق بالكتب التي جاءت عفوا الخاطر في الطريق. كثير في مثلا أفطر الحاجة والمحجوفة لنكاح الأبولي، في جزء في فضل الشيب وأحكام الشيب، في جزء في مثلا
الختان وخصال الفطرة والكلام. لا عندي كتير، عندي كل كتير، كل هذا انبثق من تخاريج كبيرة، من مشاريع كبيرة أجد الحاجة إليه. يعني مثلا الختان وإعفاء اللحية والكلام ده بسبب اللغط اللي حصل في مسألة الختان والنساء ومؤتمر السكان وإلى آخره، خرجت الأحاديث بتاعته وذكرت الأحكام بتاعتها. لما بقى المفتي بتاعنا علي جمعة اتكلم في مسألة الختان وشيخ الأزهر آنذاك، مع أن أنا وضعت هذا في قطع الأبهر من المفتي وشيخ الأزهر، برضو دي من المسائل الستاشر التي ناقشت فيها المفتي وشيخ الأزهر فيما خرج فيه عن كلام علماء الفقهاء، فقهاء المسلمين، وأن قولهم مرجوح وساقط يعني. نعم. أي نعم. فهي كثيرة، كثيرة جدا، في بعض أتممتها، وفي كتب صرفت النظر عنها. كتب صرف النظر عنها. صرفت النظر عنها وخلص يعني، غسلت يدي منها. نعم. خد بالك. وطبعا يعني كان يعني أكبرها السحب الهوامع. وربما ده احنا ممكن نتوقف عنده طيب قليلا جميل. لانه اخذ مني وقتا يعني. انا ما هو اريد اسال فضيلتك عن هذا، ما السبب عن التوقف عن بعض المشاريع التي شرعت فيها واخذت من وقتك، امد الله في عمرك على الطاعه، اخذت من وقتك زمنا طويلا ثم تاتي فجاه لتوقف؟ لابد ان التوقف هذا أن كان له سبب طبعاً وجيه. لا شك. مع هذا الامر احتاج ان ابدا مع فضيلتك وقفه جديده ان شاء الله، واتمنى ان تكون هي بدايه حلقتنا القادمه ان شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. احبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه، على امل ان نلقاكم دائما على الخير والطاعه وعلى الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب عن مؤلفاته وعن مصنفاته، امد الله في عمره على الطاعه والخير. نقول لكم دمتم في طاعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.